على مراسم ميناء إزوار البحر تتجهز مراكب الصيد ليلا لخوض عباب البحر بحثا عن أسماك السردين. مراكب الصيادين ظلت ولا تزال مصدر استرزاق لكثير من ممتهني الحرفة على طول الساحل الليبي الزاخر بالخيرات بالرغم من قلة الإمكانيات. الجانب المعدات والمحركات، والجانب الثاني فتح باب التسويق أو باب التصدير غير التسويق، لأن التسويق حقيقة إمكانياتنا بالنسبة للتسويق داخل السوق الليبي ما يغطي، يعني إمكانياتنا محدودة تعتبر بالنسبة للتسويق الليبي، ولكن يجب أن يكون فيه على الأقل الدولة تشوف لهذه الثروة هذه تريح في الفاضي، يعني ليش ما يفتحوش باب عملية التصدير لبرا الدول. مواسم هجرات سمك السردين إلى المياه الشاطئية والمظلمة والخالية من الصخور التي يمتاز بها ساحل المدينة تمثل فرصة يغتنمها الصيادون والصناعات القائمة عليها. استعدادات الميناء لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي من هذه الثروة البحرية الموسمية تعثر بسبب إغلاق التصدير وكساد السوق المحلي. مشاكل في العمالة، شايفين مراكبة ما شاء الله الميناء معبي لكن ما فيش الناس تخدم، يهتموا بقطاع الصيد ويهتموا بالناس وإن شاء الله ربي يقرب الخير. ثروات بحرية تقذفها أمواج الخير على ساحل يفوق مداه قرابة 2000 متر اقتصرت الاستفادة منه على مجهودات الصيادين المحدودة وبات عرضة للنهب من المتطفلين عليه في ظل غياب سياسات واضحة من قبل الحكومة لاستثماره ضمن مشاريع تنموية.